ارحب بالفنانه ميساء مغربي، اهلا وسهلا فيك. هلا والله، اقول بلبلة روتانا. هلا والله حبيبتي، وهلا والله بمشاهدي روتانا كلهم وين ما كانوا. ميساء مغربي، وين ما بتكوني انت بتلفتي الانظار بحضورك الحلو وباناقتك اللي الدائمه. ما بعرف اذا بدنا نسالك اليوم على اناقتك، هل هو هذا خط ميساء؟ نو، هذا الدي ان جي الشيرت والسكيرت. اي ثينك اتس كومفورتبل، يعني سبورت شيك، فكثير مريح. يعني لاين ميساء شويه مور شايني ذان الايفنت ذان ذا بليس وير وي ار. ميساء، إذا بدنا نسلط الضوء اليوم على الاحتفالية اللي أنت موجودة فيها، على بعض الوجوه اللي شفتيها وعن جديدك فيما بعد، شو بتحب تقولي لنا؟ أول شيء يعني أي شيء له علاقة بمركز راشد أنا لازم أكون متواجدة. إذا أنا موجودة في البلد أو إذا ظروفي سمحت إن أنا أجي البلد، سررت إنه مهير عبد العزيز موجودة، صديقتي اللي أنا أحبها، ما أنا أشوفها كل يوم بس يلا ما يخالف، أميرة الفاضل وكل الإعلاميين اللي هنا اليوم. جديدي طبعا في اوراق الحب يعرض حاليا على القنوات الفضائيه، وحيستمر عرضه الى رمضان على معظم القنوات الفضائيه. في لعبه المراه رجل، روايه سارة العليوي، اخيرا يعني اخيرا بلشنا فيها، وطبعا يشاركني فيها الانتاج والعمل وكل شيء والاخراج صديقي الاستاذ اياد الخزوز، لان اعتبره فعلا عديل الروح. ونخبة من نجوم الخليج على رأسهم طبعا إبراهيم الحربي، معهد الألقاب إبراهيم الزجالي، شهاب جوهر، أميرة، محمد، ونخبة كبيرة من الوجوه الجديدة اللي راح يكونوا فعلا مفاجأة في هذا الموسم. العمل سيعرض على كذا محطة فضائية وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور. شو أخبار السينما معاكي؟ في إشي بالسينما؟ قاعدة أجهز الفيلم قصير حيكون من إخراجي، يعني مو شرط حيكون أنا في ممثلة، فيلم قصير سعودي راح أشارك فيه إن شاء الله بمهرجانات الجاية، وحخلي سوربرايز بس راح أعزمك على الكواليس أول ما تبتدي تصوير. أنت هون بدو تفوت إن شاء الله.